السلام عليكم مشاهدين قناة وصفات حرشي، جيناكم اليوم بواحد الفيديو جديد وبسيط باش ما تنساوناش وتبقاو ديما تفكرونا. اليوم غنطيب لينا خالتي البقولة على طريقة ديالها، وغتشوفوا معنا كيفاش، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. بسم الله، شوفونا المشاهدين والسلام عليكم، والله يخليكم ويخلي وليداتكم. وحنا بغينا نشاركوا معكم عيال خبيزة الليلة عشقوها البنات، غنديروها وهانتوما غنديرها بواحد الطريقة ديالي. والله يخليكم والمشاهدين، ديرونا اللايك وعاونونا، الله يعاونكم ويعاون وليداتكم. بسم الله، انا غادي نبدا نص كاس ديال الماء. بسم الله، غندير الحامض، ماشي مصير، غير الحامض عادي. غندير راس ديال الثومه، ها هو. بسم الله، على بركه الله. غنديروا لي قامه، ندير القزبر الحبوب مدقوق، ندير الكمون والسودانيه، هذه الملحه، خرقوم، خرقوم عرق، درنا الخرقوم عرق، درنا هادي عشق ديال البزار، هالي قامة كلها ان شاء الله، الهريسة، معلقة الهريسة، جوج معالق ديال كبار ديال المطيشة ديال الحك، هاهوما. انا ما غنسلقها، ما ولي غندير واحد الطريقه، غنطيبها ونشعل الفرن ونقص عليها البوطه، نطيبها مهيله قزبر ومعدنوس. الا تسلقات تمشي كاع الفوائد اللي فيه. لا، انا غادي نديرها دابا نديرها من البلاصه بكلشي لها. كاس نص كاس، انت كاس ديال العنبه ما عامرش، كاس لارو، كاس لارو ما عامر ديال زيت البلديه، ها هو. من البلاصه درت لها الطريقه ديالها كلها باش ما نبقاش نعاود نسلقها وعاود نديرها، كطيب في القامه ديالها كتجي مزيانه. هانتوما المشاهدين وتبعونا مع تطيب ان شاء الله. وهذا الزيتون، والزيتون خلي شويه غير تدير شويه وتطيب ونديرو فوق دي. يلا المهم انتظرونا حتى نوريكم الشكل النهائي ديال البقوله، البقوله ولا الخبيزه على حسب كل منطقه واش تيقولوا ليها. راح نغنصوها ان شاء الله هنا في النار. هيا نسد عليها غير تصفر ونقص عليها البوطه ونخليها جديده. حنا رجعنا لكم مشاهدينا، هي وجدات البقوله بعد ما نقصنا عليها البوطه حتى طابت وتشحرات، صافي ولحنا عليها الزيتون والشكل النهائي ديالها. كتجي زوينه والرائحه ديالها طيبه وزوينه، جربوها وردوا علينا في الكومونتير الى عجبتكم، ونتمنى تدعمونا ودير ابوني وزر الجرس. زوينه تبارك الله، جات غزاله، نقصنا عليها البوطه تشحر، جات مزيانه. ديروا الابوني وعاونونا، الله يعاونكم وانتم المشاهدين بنياتنا ووليداتنا. حنا حاجه بسيطه على قد الحال، الله يسهل عليكم والله يعاونكم، عاونونا الله يخليكم لينا.